فمتى فرضت صلاة الجمعة على المسلمين؟ يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، والعروبة معناها الرحمة، وجاء في الروض الأنف للسهيلي على سيرة ابن هشام أن كعب بن لؤي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من جمع يوم العروبة، ولم تسمى العروبة الجمعة إلا مذ جاء الإسلام في قول بعضهم، وقيل هو أول من سماها الجمعة، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم أنه من ولده ويأمرهم باتباعه والإيمان به. وقد ذكر الماوردي هذا الخبر في كتابه الأحكام السلطانية. وصلاة الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة كما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس، ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إقامتها بها، وذلك لقلة عدد المسلمين أو لضعف شوكتهم أمام قوة المشركين. فلما هاجر من هاجر من الصحابة إلى المدينة كتب إلى مصعب ابن عمير، وهو أول من أوفده النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مع المسلمين من الأنصار ليعلمهم، ثم قدم بعده عبد الله بن أم مكتوب. كتب النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين. وعلى هذا يكون مصعب أول من صلى بهم الجمعة في المدينة، وكان عددهم 12 رجلا كما في حديث الطبراني، وهذا الحديث ضعيف. وهناك قول آخر بأن أول من جمع بهم هو أبو أمامة أسعد بن زرارة الذي نزل عليه مصعب بن عمير. يقول عبد الرحمن بن كعب الدمالك الذي كان يقود أباه كعبا إلى المسجد، يقول: كان أبي إذا توجه لصلاة الجمعة وسمع الأذان استغفر لأبي أمامة، ولما سأله لماذا يستغفر له قال: كان أول من جمع بنا في المدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، وكانوا يومئذ 40 رجلا. والقول بهذا رواه أبو داود وابن حبان وابن ماجه والبيهقي وصححه، وقال ابن حجر إسناده حسن. والهزم والمكان المطمئن من الأرض، والنبيت أبو حي من اليمن اسمه عمرو بن مالك، وحرة بني بياضة هي قرية على ميل من المدينة، وبنو بياضة بطن من الأنصار، والنقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب نبت الكلى. وقد جمع بين الحديثين على فرض صحة الأول بأن مصعبا يقال إنه أول من جمع باعتباره كان إماما للمصلين، وبأن أسعد هو أول من جمع لأنه الأمير للقوم، وكان مصعب في ضيافته فنسب الأمر إليه، وبخاصة أنه أطعم المصلين غداء وعشاء كما في رواية أخرى. واجتماع المسلمين في يوم من أيام الأسبوع قيل كان باجتهادهم قبل أن تفرض عليهم صلاة الجمعة، فقد جاء في حديث مرسل عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقبل أن تنزل الجمعة. قالت الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه كل أسبوع، وللنصارى مثل ذلك، فهلما
فلنجعل يوما نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكره، فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد ابن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم، فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه، فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها، وذلك لقلتهم، فأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال ابن حجر: رجال هذا الحديث ثقات، إلا أنه مرسل أي سقط منه الصحابي. وقيل كان اجتماع المسلمين بصلاة الجمعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه كتابه إلى مصعب ابن عمير الذي أخرجه الدارقطني عن ابن عباس. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نزل قباء عند بني عمرو ابن عوف، ثم توجه إلى المدينة يوم جمعة، فأدركته صلاتها في بني سالم ابن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وسمي مسجد الجمعة، وهي أول جمعة صلاها بأصحابه، وكانوا 140. والله أعلم.